هنبدأ أخبارنا من عند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكشفت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وأسند الاتحاد الأفريقي مباراة مصر وكاب فيردي للحكم الجنوب أفريقي تام أبونجيل، وبيعاونوا زخيلي سويلا وسورو فانسواني وجيلي تشافيني كحكم رابع من جنوب أفريقيا.